السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي لغات في قناتكم لتسلين، معاكم مس خلود. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة معدنا مع مادة الساينس لسون نمبر 2 كونسبت 1.1. اخذنا في اللسون اللي فات حاجات كتيرة عن البلانس وتكلمنا عن النيدز اللي محتاجها البلانس. النهاردة هنتكلم عن الستيجز او المراحل اللي النبات بينمو فيها. احنا كهيومن بننمو وبنكبر برضو نفس الحكاية في ستيجز او في مراحل، بنبقى بيبي وبعد كده بنبقى تشيلدرن طفل وبعد كده بنبقى ادلت وبعد كده بقى بنعجز. نفس الفكرة ان البلانتس عند بيبقى سيدز وافتر ذات وبعد كده السيدز دي بيحصل لها بروسيس اسمها بعد شوية هنعرفه جيرمينيشن. يعني ايه جيرمينيشن؟ يعني انبات وبتتحول السيدز دي تيرن انتو بتتحول لسيدلينج وبعد كده السيدلينج دي بتتحول لبلانتس. يبقى انا عندي ستيجز او مراحل بينمو فيها البلانتس. الاول كان سيد حصل له عملية اسمها جيرمينيشن اتحول عندي لسيدلينج، سيدلينج اللي هي النبتة دي وبعد كده نما بقى وبتحول عندي لبلانتس. عندي ديفينيشن او تعريف مهم جدا اسمه جيرمينيشن. جيرمينيشن 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 يعني الانبات. هو ممكن تعمله عندك في البيت انك انت تجيب اي سيدز او اي بذور، مثلا لو عندك فاصوليا في البيت، لو عندك فول في البيت، عن طريق انك انت بترشه بشوية مية كده وتسيبه فترة، بعد شوية بتلاقيه طلع او خرجت من البذرة دي اللي كانت ناشفة خرجت ورقة صغيرة. دي عملية الجيرمينيشن او عملية الانبات. يبقى الجيرمينيشن it is a process in which the seed begins to grow. هي بداية ان البذرة دي بتبدأ ايه تنمو. طب ايه هي السيدلينج؟ السيدلينج دي اللي هي النبتة دي it's a very young plant. هي نبتة صغيرة جدا. يبقى انت دلوقتي لازم تعرف حاجتين، تعرف يعني ايه جيرمينيشن، تعرف يعني ايه سيدلينج. الجيرمينيشن بروسيس it is a process in which the seed begins to grow. ان السيدز دي خلاص هتبدأ ان هي تنمو وتتحول عند البلانت. طب هتتحول عندي اول حاجة هتبقى شجرة كبيرة؟ لا، ده في المنتصف كده في مرحلة هيبقى اسم النبتة دي سيدلينج. طب ايه هو السيدلينج؟ it is a very young plant. هو نبات بيكون صغير جدا. تمام، تعال بقى نشوف يعني نعمل ازاي السيد جيرمينيشن. قال لي السيد نيدز النباتات علشان يحصل لها جيرمينيشن بنحتاج لها ووتر ميه، بنحتاج لها اير هواء، ومكان مناسب سيتابل اريا. اوكي، طب تعال بقى نشوف. ذا سيد دازنت نيد سانلايت. ايه ده؟ هي مش محتاجه شمس دلوقتي؟ ايه ده مس، انت قلت من النيدز او الاحتياجات بتاعت النبات السانلايت. اه صح، النبات بيحتاج لسانلايت بس لما يكون ايه خلاص بدا مرحله الجروث او بدا مرحله النمو عايزينه يكبر. اما في مرحله انه يحصل له جيرمينيشن او انبات لا، المرحله دي بقى مش محتاج doesn't need sunlight. The seed feed on the food inside it during germination. جواها او جوا البذره دي في مكونات هي بتتغذى عليها لغايه ما يحصل لها عمليه الجيرمينيشن. طب اقول لك بروسيس او اقول لك اكسبيرمنت تجربه انت تقدر تعملها وتثبت ان السيدز دي مش محتاجه سانلايت. انت بتجيب التوشيز دي او المناديل دي بتبللها بشويه ميه، بتحط جواها السيدز دي اي نوع من انواع السيدز وبتغلفها وبتسيبها مثلا for 2 days 3 days بس only. بعد كده بتيجي تلاقي البذره دي او السيدز دي اتحولت عندي للشكل ده. تمام تمام. هل احنا دلوقتي احتاجنا سانلايت؟ نو. هل احتاجنا نيوترينتس؟ لا. امال هي اتغذت من ايه وكبرت بقى وطلعت لي السيدلينج دي؟ اتغذت من نيوترينتس اللي جواها او الفودز اللي موجود جواها. In the presence of water and sunlight plants can grow. في وجود الميه والشمس النباتات بتنمو وبتكبر. Without soil for a while. يعني احنا محتاجناش هنا soil. احتاجنا صيل؟ جبنا تربة؟ جبنا تراب وطينة وحطينا فيها سيدز؟ لا، وهي نمت
اهي وكبرت وحصل لها جيرمينيشن، يبقى التجربه دي بتثبت عندي ان البلانتس ان سويل تعتبر مش من البيزك او مش من الاسينشلز نيد اللي محتاجاها مين البلانتس. يبقى البلانتس كان جرو بتقدر بقى تنمو ويذاوت بدون اي سويل، وده سؤال مهم جدا عندي في الاكزام سواء في الترو اند فولس في صح وغلط او كمان في التشوز. But finally they need soil. بس في النهاية مهما كبرت صح احنا عملنا لها جيرمينيشن، بس ما نقدرش نخلي البذرة دي بقى جوه التيشو ده او جوه المناديل وتبقى شجرة، هنضطر بقى ان احنا نحطها فين؟ في السويل. ايه ده يا ميس، مش انت لسه قايلة ان السويل ان البلانتس يقدر ينمو without soil؟ ايوه بس المرحلة معينة بس في عمره اللي هو يتحول لسيدلينج. اول ما تحول لسيدلينج هو كده مضطرين ان احنا نديله ايه؟ السويل. يبقى لغاية مرحلة او في مرحلة الجيرمينيشن هو مش محتاج اي سويل، after germination هو بيحتاج مين؟ بيحتاج السويل. ودي حاجة انت لازم تكون ايه؟ فهمها. تعالى بقى احنا اتكلمنا السيشن اللي فات عن الفوتوسينثيسيس بروسيس، وقلنا ان هي البروسيس اللي البلانتس بيقدر يحصل على الاون فودز او الاكل بتاعه، وقلنا ان هي ليها 3 نيدز ثلاث حاجات محتاجاهم. مين فاكر في جريد 5؟ كل جريد 5 فاكرين. طب يلا نقولهم مع بعض. طبعا محتاجين السنلايت، طبعا محتاجين الكربون دايكسايد غاز بناخده من الاير، طبعا محتاجين الود. علشان نعمل او البلانتس يقدر يعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس محتاج الثري بارتس دول. طب هو بيعمل بروديوس لايه؟ بينتج لايه؟ احنا المره اللي فاتت قلنا بينتج عندي شجر وبينتج عندي اكسجين غاز، لازم تكون فاكر. وقلنا ان الووتر بياخده من ابزورب السويل من خلال الروتس، وقلنا الكربون دايكسايد بيجي من الاير والسنلايت بتيجي من الشمس، والاثنين دول اللي بيجيبهم وبيعمل لهم ابزورب الليفز، اما الوودر فمن خلال الروتس. كله ده قلناه في السيشن اللي فات، فلو انت ما سمعتش السيشن اللي فات يا ريت تسمع. تعال بقى نشوف هنا الموضوع بيتكلم عن ايه. كل لسن جديد في الكونسبت ده انت هتاخد معلومه زياده، يبقى التعود معانا ان كل لسن هيمدك بمعلومات جديده. تعال نشوف الفوتوسينثيسيس بروسيس. ذا بروسيس باي ويتش ذا بلانت ميك اتس اون فود، عرفنا ان هو من خلالها بيقدر يعمل الاكل الخاص بيه. قال لي الليفز او الاوراق الخضراء دي هي لونها جرين لسبب. ليه بقى الروتس دي مش لونها جرين ولونها براون؟ قال الورق لونه جرين علشان هو عنده مادة اسمها كلوروفيل. قول معايا كلوروفيل. كلوروفيل، كلوروفيل ده لونه جرين. طب بيعمل ايه جوه الليفز او الورقة؟ قال لي ده مهمته مهمة صعبة جدا، ومن غيرها البلانتس ما يقدرش يعمل الاون فود بتاعه. طب بتعمل ايه يا كلوروفيل انت اللي جوه الورقة؟ قال لي انا بعمل ابزورب للسنلايت. يبقى الليفز بتقدر تعمل absorb تمتص السنلايت من الشمس عن طريق وجود مادة جواها اسمها الكلوروفول. تمام؟ تمام. طب ايه كمان؟ قال لي كمان انا بعمل absorb للكربون دايوكسيد من الهواء عن طريق حاجة اسمها الاستوماتا. طب وايه الاستوماتا؟ قال لي الاستوماتا دي يا ميس هي عبارة عن فتحات صغيرة جدا بقدر اشوفها عن طريق الميكروسكوب جوه الورقة. طب انت بتعملي ايه يا الاستوماتا؟ قالت لي انا بعمل ابزورب للكربون دايوكسيد علشان نقدر نعمل الفوتوسينثيسيس بروسيس. يبقى انا دلوقتي عرفت حاجتين، عرفت ان اللي بيقدر يعمل ابزورب للسنلايت هو الكلوروفيل، واللي بيقدر يعمل ابزورب للكربون دايوكسيد هو الاستوماتا. تمام زي الفل. عندي ديفينيشن للاستوماتا. ايه هي الاستوماتا؟ قال لي they are
tiny opening on leaves، هي فتحات صغيرة على الورق بتاع الشجرة أو النبات. بتعملي إيه يا استوماتة؟ قالت لي allow air to move into leaves، أنا بخلي الهواء أو بسمح للهواء سواء كان أكسجين أو كربون ديوكسيد إنه يتحرك جوه الليفز. طب هو أنتوا عايزين أكسجين؟ قال لي آه، بس هتعرف بعد شوية هو النبات عايز أكسجين ليه. إحنا دلوقتي خلينا إن الاستوماتا دي بتدخل عند الكربون ديوكسيد، والكلوروفيل بيدخل عند السلايت. أوكي زي الفل. تعال نشوف الستيم. الستيم إحنا قلنا المرة اللي فاتت إنه بيعمل إيه؟ ما بيعملش حاجة يمس غير حاجة واحدة، بيعمل ترانسبورت للوودر اللي بياخده من الروتس. تمام، مش عايزك تعرف غير كده. الستيم ترانسبورتس ووتر اند نيوتريينتس ابورد، هو بيخرج طلعها لفوق ثرو فيسلز كولد زايلم. تمام، حاجه جديده عندي. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الستيم ده هنعرف بعد شويه هندخل جوه الستيم ده. اهو هوريكو، استنى بقى في السيشن الجاي ان شاء الله في ليسون 3 هتعرف ان الزايلم ده جواه. بقى لو جبنا الميكروسكوب ودخلنا جواه هنعرف ان انا عندي حاجه اسمها زايلم فيسلز. طب وايه هي الفيسلز؟ تعال افكرك. الفيسلز دي هي عباره عن، عارف العروق اللي بتبقى جوه ايدك؟ اه، الفيسلز دي هي عباره عن تيوبز صغيره بنوصل او البلانتس بيوصل بيها الووتر اللي بياخدها من مين؟ من الروتس. تاني الستم لو جينا نرسمه، ده الستم بتاع الشجرة وادي الروتس. جوه الستم حاجتين هتاخد حاجة منهم النهاردة، ايه هي بقى؟ الزايلم. الزايلم ده انبوبة كده او تيوب كده، بتعمل فيها ايه الزايلم ده؟ اللي باخد الووتر لفوق بطلعه كده ابورد، بوديه فين؟ لغاية الليفز. تمام؟ تمام. تعال نشوف الروتس. absorb water and salt and nutrients by root hair. يبقى عندي حاجة اسمها root hair. ايه الروت هيرز دي؟ قال لي دي عبارة عن شعيرات صغيرة جدا، انابيب صغيرة جدا. بتعمل ايه يا روت هيرز؟ هقول لك انا بقى، هناخد ان الروت هيرز دي عبارة عن، تعال اقول لك، انا لو عندي الروت كده تحت في الصايل، ايه رأيك هي بتعمل ايه؟ absorb الووتر. طب ايه رأيك لو جينا عملنا لها هنا كده روتس تانية؟ هيبقى عندك كمية كبيرة من الووتر. كتير ولا لا؟ اه يا ميس، بصي بدل ما كانت تيوب واحدة هي اللي بتعمل ابزورب، ده بقيت اكتر من تيوب. يبقى انت لازم تعرف دلوقتي ان الروت هيرز دي، وهناخدها بالتفصيل السيشن الجاي، بتعمل ايه؟ بتعمل increase the amount of water، بتعمل على ان كمية المية دي تزداد. All these substances react to produce، كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها، الروت والستم والليفز والستراكشر اللي جواهم، كلهم بيعملوا على produce الشجر والاكسجين اللي بيطلعوا او بيحصل لهم produce من انهي بروسيس؟ من الفوتوسينثيسيس بروسيس. الشجر ده البلانتس فود او اكل النبات، والاكسجين ده الويست برودكتس فور ذا بلانت، يعني في الحاله دي النبات مش محتاجه. بس مين محتاجه؟ محتاجه الهيومن، الانسان، محتاجه الانيمال، ومحتاجه البلانتس. ميس، ما انت لسه بتقولي ان هو ويست برودكتس. تمام، هو ويست برودكت في عمليه اسمها الفوتوسينثيسيس بروسيس، في عمليه الاكل بتاعت النبات. اما في عمليه البريثنج او التنفس للنبات، لا، النبات بيحصل عنده عمليه ريسبيريشن زينا بالظبط، بياخد الاكسجين في عمليه التنفس. تمام تمام، علشان الحته دي ما تلخبطكش. الاكسجين النبات بيحتاجه في عمليه الريسبيريشن التنفس، اما في عمليه الفوتوسينثيسيس بروسيس او عمليه الاكل بتاعه مش بيحتاج الاكسجين، بيحتاج نيد الكربون دايكسيد. تمام، عندي كفريزونز مهم جدا. most of plants need soil to grow، ليه اغلب النباتات بتحتاج تربه علشان تنمو؟ احنا لسه قايلين بياخدوا ايه من الصويل؟ بياخدوا ووتر وبياخدوا نيوتريانت. يبقى to get water and nutrients. number 2 في الجيف ريزون، بلانت نيد sunlight، ليه محتاجه sunlight؟ هي محتاجه sunlight، محتاجه الكربون دايكسايد، محتاجه الووتر علشان تعمل ايه؟ علشان تعمل الفود بتاعها عن طريق الفوتوسينثيسيس بروسيس. فهنقول to make its food
by photosynthesis process. Number 3, plants need carbon dioxide. نفس الإجابة, to make its food by photosynthesis process. Number 4, the plants grow better in the soil. better يعني أحسن. ليه النبات بينمو كويس جوه السويل؟ علشان يميس بيقدر ياخد الووتر والنيوترينز. because the soil give the nutrients to plant. علشان التربة دي او الارض دي بتقدر تدي النيوترينز علشان ايه؟ يتزرع. وبكده جريد 5 نكون خلصنا مع بعض لسن نمبر 2 من كونسبت 1.1. لو عجبك بالفيديو قبل ما انسى, الورق اللي بنشرح منه او البي دي اف ده هتلاقيه موجود عندك في الديسكريبشنز. استنوا بقى حل المعاصر. يلا قبل ما اسيبكم بستودعكم الله, ياريت تعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا سبسكرايب عندنا في القناة وتشاهدوا معانا الساينس والماس والاي سي تي. مع السلامة جريد 5.